الآن ينضم إلينا من خان يونس مراسل رؤيا غازي العلول. أرحب بك غازي، مساء الخير. صف لنا إن أمكن الأوضاع الميدانية اليوم. نعم مساء الخير وتحية لك رفاه. بطبيعة الحال اليوم السابع على التوالي شمالي القطاع يتعرض لأكبر هجمة شرسة يمكن تسميتها بالإبادة الجماعية، هذا لأن الاحتلال الإسرائيلي قد حاصر شمالي القطاع ككل من شرقه ومن غربه، وبات يطوق كل هذه المناطق: مخيم جباليا، منطقة لتوام، السلاطين، العطاطرة، مناطق بيت حنون، مشروع بيت لاهيا، وكل هذه المناطق التي يتواجد فيها قرابة 100,000 فلسطيني لازالوا محاصرين دون أن تصلهم أي إمدادات متعلقة بمواد إغاثية أو حتى مواد غذائية. وهو الأمر الذي بطبيعة الحال من خلاله تصل رسائل بضرورة فك هذا الحصار وإدخال على الأقل الطعام للعائلات التي لا زالت صامدة في تلك المناطق. أيضا هذا الإجراء من قبل الاحتلال الإسرائيلي قابله نزوح لبعض العائلات الفلسطينية باتجاه مدينة غزة بعد تمكنها من العثور على طريق آمن من شمالي القطاع إلى منطقة مخيم الشاطئ، ويتواجدون فيها الآن بعد عملية نزوحهم التي استمرت لساعات عصر هذا اليوم. بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التقدم في عمق هذه المناطق خاصة معسكر جباليا، ويتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الكواد كابتر التي تطلق النار على كل من يتحرك في شوارع وأزقة هذه المخيمات. وهذا ما ترجم من خلال ارتكاب 5 مجازر، أبرزها ما ارتكب بحق عائلة الهرش التي استهدفت مرتين. في المرة الأولى انتشل جثامين 4 من الشهداء ووصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، وبعد محاولة أهالي المنطقة انتشال عدد آخر من الجثامين تم إطلاق صاروخ جديد عليهم واستشهد عدد آخر من الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من معرفة الأرقام الحقيقية لهذا الاستهداف لصعوبة وصولها إلى تلك المناطق، وأيضا لصعوبة انتشال جثامين الفلسطينيين بنظر إلى توقف معداتها التي للأسف كانت من جراء نفاذ الوقود في شمالي القطاع. اليوم تمكنت مؤسسات دولية عاملة في القطاع الإنساني من أخذ عدد من المرضى والمصابين في مستشفى كمال عدوان واستقدامهم إلى مستشفى الشفاء لاستكمال العلاج بعد انقطاع الأدوية وانقطاع العمل الطبي في هذه المستشفيات على غرار مستشفى العودة والأندونيسيا التي توقفت فيها الأعمال بالنظر إلى نفاذ الوقود، وكذلك عملية التهديد المستمرة من قبل آليات الاحتلال التي باتت قريبة للغاية من هذه المناطق وتطوق كل المستشفيات الموجودة في الشمال. ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن أبدا نكران حالة الصمود في شمالي القطاع. ما يحدث في الشمال ليس بعيد عنه هنا الذي يحصل في جنوبي القطاع، خاصة وأننا رصدنا استمرار لهدم المنازل في منطقة شرق مدينة رفح. نحو 8 من الانفجارات سمعناها طوال هذا اليوم، وهي كانت عبارة عن عمليات نسف مستمرة لمنازل المدنيين الفلسطينيين في المنطقة التي يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار عمليات الاستهداف بالمدفعية في منطقة مخيم النصيرات في المحافظات الوسطى. وهذه القذائف تطلق بشكل عشوائي، على إثرها أصيب عدد من الفلسطينيين بعد سقوط قذيفة على أحد المنازل الذي يتواجد فيه عدد كبير من الفلسطينيين النازحين. أيضا في خان يونس قبل قليل انتشل جثامين 3 من الشهداء الذين كانوا في منطقة كف مراج واستهدفتهم الطائرات المسيرة، استمرت عملية المناشدة بالنسبة لهم لنحو ساعات حتى تمكنت سيارات الإسعاف العاملة في مجمع ناصر الطبي من الوصول إليهم وانتشالهم وأحضرتهم إلى قسم الطوارئ، وهم للأسف في حالة صحية حرجة للغاية. وبطبيعة الحال هذا الأمر يتزامن مع استمرار عملية إغلاق المعابر التي تمنع من خلالها دخول المساعدات أو حتى الشاحنات التجارية اللازمة لسكان القطاع الذين باتوا يشكون من غلاء الأسعار وعدم توفر البضائع رفح. نعم غازي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل التي عساها قريبا تصبح من الماضي. شكرا لك غازي ودمتم في رعاية الله.